شادينا صباح الخير واهلا بحضراتكم في تغطية خاصة عن حالة الطقس. ايه الاخبار؟ الجو عامل ايه؟ درجات الحرارة اخبارها ايه النهاردة والفترة اللي جاية؟ هل في اختلاف درجات الحرارة لسه متفاوتة ما بين الصبح وبالليل، ولا هنمر بفترة ثبات في درجات الحرارة؟ الاختلاف الكبير اللي بنشوفه بين الصبح وبالليل ده هينتهي امتى؟ كل الجديد بخصوص حالة الطقس في مصر هنعرفها من ضيفتنا الكريمة هاتفيا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا دكتور منار وصباح الخير. اهلا بيك استاذ احمد، صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده متابعي اليوم السابق. دكتور، يعني كلمينا الأول كده، خلينا نبدأ وإحنا لسه الصبح كده نعرف الناس في بداية الأسبوع إيه الأخبار، حالة الطقس النهاردة عاملة إيه، الصبح شكلها ايه، بالليل النهارده الدنيا هتبقى عامله ازاي، في اختلاف كبير بين الصبح وبالليل، ولا الدنيا هيبقى شكلها عامل ازاي النهارده؟ احنا طبعا يمكن مع بدايات هذا الاسبوع هيستمر معانا قيم درجات الحراره اللي تعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. احنا بدانا نلاحظ ان قيم درجات الحراره انخفضت فتره النهار وكمان فترات الليل بشكل ملحوظ، وده يعتبر المعدل الطبيعي للفتره دي من السنه، واللي فيها العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح من 28 ل 29 درجه مئويه ده خلال فترات النهار. حلوة. وده بسبب ان احنا هنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، كمان وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار فترات النهار بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعد اكتر على ان ما يحصلش ارتفاع في قيم درجات الحراره جميل. ونحس معاها بالاجواء الخريفيه. نقدر نقول مع اشعه الشمس في فترات الظهيره مائله للحراره في المحافظات الشماليه، حارة في المحافظات الجنوبية فترات النهار وتحديدا في وقت الظهيرة، ونأكد تاني ان اغلب محافظات الجمهورية ما فيهاش اي ارتفاعات، تعتبر قيم درجات الحرارة فيها حول المعدل. هنلاقيها في محافظات جنوب الصعيد الاقصر واسوان 33 و34 درجة مئوية خلال فترة النهار. جميل. خلال فترة الليل دي اللي فيها الانخفاض الملموس اكتر في قيم درجات الحرارة، لان اكيد مع غياب اشعة الشمس في انخفاض في قيم درجات الحرارة. كمان قيمة درجة الحرارة الصغرى بدأت تنخفض، وبدأنا نسجل قيم درجات حرارة ما بين 21 و20 درجة مئوية صغرى فترة الليل في القاهرة الكبرى. كمان لو لقينا المدن الجديدة الأماكن المفتوحة محافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، كمان قيم درجات الحرارة فيها أقل. بتقل عن ال 20 درجة مئوية بالظبط. فبنلاقي فترات الليل الساعات الأولى من الليل أجواءها معتدلة، بنيجي فترات الليل المتأخرة وحتى فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن متوقع على مدار اليوم ويمكن كمان على مدار ايام الاسبوع هيكون في نشاط نسبي للرياح جميل، في فترات المساء وساعات الليل يلطف الاجواء اكتر ويحسسنا بانخفاض حلو قوي، قيم درجات الحراره اكتر، حلو. غير مثير لاي رمال واتربه. خلينا نقول ان هو مش مثير لاي رمال واتربه لان هي سرعته مش عاليه، يعني هي تتراوح من 30 ل 35 كيلومتر على الساعه. الظاهره الجويه المؤثره معانا هي الشبوره المائيه دايما فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر طبعا على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه بيكون معاها انخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي مش هتاثر على حركه المرور حتى الان، يعني مش هيتم معاها اغلاق اي طرق وهتختفي مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه تدريجي بتختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق بصفه عامه. هي يعني النهارده اليوم مستقر بشكل كبير، جميلة. اجواء خريفيه فترات النهار وفترات الليل، الظواهر الجويه الموجوده معانا مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، يمكن ده كمان متوقع ان يستمر معانا على مدار الاسبوع. يعني احنا ان شاء جميل. الله متوقع على مدار الاسبوع مفيش اي ارتفاعات في قيم درجات الحراره، هتظل العظمى على القاهرة الكبرى من 28 ل 29 درجة مئوية، سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط ما بين 26 و 28 درجة مئوية. وقلت طبعا اتجهت جنوبا، كل ما قيم درجات الحرارة بتزيد ده طبيعي، فبنلاقيها في محافظات الصعيد الأقصر وأسوان 33 ل 34 درجة مئوية. زي ما قلنا مفيش أي ارتفاعات في قيم درجات جميل. الحرارة، مفيش ظواهر جوية إن شاء الله الأسبوع ده، ده لو ما حصلش تغيير طبعا، لأن احنا بنقول دايما الخريف وارد جدا يحصل تغير في التنبؤات الجوية، بس على المدى القريب مفيش ظواهر جوية ممكن تخلينا يعني تعطل أعمال الأنشطة اليومية بتاعتنا.
لكن هيظل هناك فرق في قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، وفرق في الاحساس. يعني اشعه الشمس دايما حتى لو في انخفاض او في ارتفاع هي محسساني بالدفء اللي موجود فتره النهار، ده فتره الليل في بروده. فالفرق ده ممكن طبعا يصيبنا بنزلات البرد بشكل كبير، وخاصه الطلبه وهم رايحين المدارس فتره الصباح الباكر، ده حقيقي. الاطفال، الناس اللي رايحه اشغالها فترات الصباح الباكر برضو. عشان كده النصيحه المهمه جدا في الفتره دي، لان ما زلنا في النص الاول من فصل الخريف، ان احنا نحافظ على الملابس الخريفيه مش الملابس الصيفيه بشكل كامل. لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر يفضل طبعا الملابس الخريفيه او اصطحاب جاكيت لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره البارده دي، تجنبا لنزلات البرد. يمكن الشبوره المائيه قلنا مش هتاثر على حركه المرور، لكن مؤثره على الرؤيه الافقيه على الطريق. فمهم جدا تكون معاها القياده بهدوء تام حذر شديد خلال فترة الصباح الباكر تحديدا، ونستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن وارد التنبؤات الجوية اللي احنا بنقولها في فصل الخريف يحصل فيها تغيير بشكل سريع. يعني احنا لو بنقول ان الأسبوع كله مستقر، وارد جدا يحصل تغير ويحصل بعض التغيرات في الحالة الجوية، فلازم نتابع النشرة الجوية بسرعة. أكيد، وكالعادة يعني يا دكتور منار ما بتخليلناش أسئلة نسألها لك، يعني بتدينا كل المعلومات بطريقة وافية مرة واحدة. فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونورتينا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير ونورتينا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا فندم، شكرا، صباح الفل. دكتور منار يعني قالت كل المعلومات مرة واحدة، اتكلمت عن هل في فرص أمطار، اتكلمت على فرق درجات الحرارة بين الصبح وبالليل، استقرار حالة الجو هتبقى زي النهاردة عظمى 32 33، الصغرى 20 21، هتبقى على مدار الأسبوع يعني درجات الحرارة ممتازة نوعا ما في ظل الجو اللي احنا فيه فصل الخريف. فرق درجات الحرارة بس هي اللي بتنصح فيه الأطفال الصغيرين في المدارس ان هم يبقى معاهم جاكيت يعني نوعا ما خفيف كده، علشان نزلات البرد اللي كتير من الناس والاهالي بيتعرضوا ليها الفتره دي، فتحميهم نوعا ما من نزلات البرد الفتره دي. انما الجو الفتره دي تقلبات خفيفه، ونتابع نشرات الارصاد ونعرف منهم الارصاد الجويه ايه الاخبار وايه الجديد بخصوص حاله الطقس. ده كان كل اللي عندنا النهارده، حاله الطقس النهارده وعلى مدار الاسبوع. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما اسبوعكم بخير ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والى اللقاء.